عتليتا 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 يا اخوان مفيش نو عتليتا عتليتا نور من قام على السجية النصيحة في لسانه بالنية عتليتا 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 الحقيقة سمحة عين عجليتا مرة عجليتا 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 عامل فيها ما شايفني لكن الضد الحارقني عجليتا 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 يا اخوان نظر طريقتي وده فهمي ودي حياتي لو ما عاجبكم خلوني عتليتا يا عتليتا 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 السلام عليكم ايوه نعم انا عجليتا بالله انت عجليتا ولد عمي والله صدقي انا زادي متفاجئ اتفضل اقدار اتفضل شي عجيب والله كان ابو شراس يعني كيف فجاه كده عجليتا يصير له عم والله انا زادي يا جلال يا ولدي ما اعترف الكلام ده النور ده زادي اول مره اسمع بيه يمكن هو محتال 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 احتال على عكليتا كل عكليتا عنده شنو عشان احتال عليه حاط الله اللي احتال عليه كلاهو دي كلاهو عكليتا عنده كلاهو ما ماشي ساكت معقولة يا دادي عكليتا دا ها عكليتا ما انا عكليتا لو سمحتي ثم ثانيا دا ما دادي دا ابوي ابوك anyway ود عمي يعني يا رنا اسكتي شوفي عكليتا انا بالاوراق والمستندات اثبتت انه انا عمك خلينا نخش في الموضوع اللي انا جبته من اجلك ابشر يا عمي بعد اذنك يا رنا انسه لو سمحت انسه رنا رنا خشي جوا هيا عمي اخيد مجنو انا تحت امرك بس ما تقول لي يسلفني لا 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 يا عكليتا انا كبرتها وعندي عقارات دايرك تخلص لي الايجارات هاي لكن شغل ما مجان بالقروش عديل وما هي تاخذ 10% من الايجار وعمو ده كان وين قاعد هنا شفتي مستقلك عكليتا جمع الايجارات لكن الايجارات دي دار لازم حريف وانت عارف عكليتا عارف عارف عشان كده شوفي انا حدي لك عكليتا دروس في الكعوبيه هي لكن يا عكليتا يا ولدي الايجارات دي فيها محاكم ومشاكل وجرجرات كتير وما بتنتهي ما ترمي روحك رميه زي دي يا ولدي هاي كده دقيقه يما الا ايوه خلاص خلاص بيجيكوا نسا دمنو 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 زي لا يا خالتي قالي شنو؟ أها تعالي عشان اديك دروس ومحاضرات في الكعوبية في شنو؟ أول درس الصرة تشط تشمد تشمد تصرة دي يا أخي تصرة يا أخي ما بتاع تصور يا أخي يمين صرفك دي قروشك من الكمساري ما يديك لا يا أخي معقول يا أخي؟ يا اخي صور كده تصور كده صر رصيد البيت لا 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 دي صر اوبر خالص عين هنا صر يا اخوانا ما ترسون على صر يا اخي بس قرض على كده بس كده يا حصر ذاته الدرس الثاني دقه الباب هاي كمان دقه الباب دي ده لا تعليم وده لا درس كمان كيف في دقة الجار وفي دقة الضهبان وفي دقة الضيف الدقات كثيرة دقة التطعيم
ودقة النسيبة ودقة الريحة. أما دقة سيد البيت ودار الشيء اللي جاردي براها. ما أعرف لا دا أسألني من هذا أسألني من هذا. يلا لا 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 دي دقة ضهب سايب يا خايف علي غاع دوك شديد شديد. ايوه كده هذا البيت. مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام. عقليته معاك؟ عقليته مرحب بك. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ تمام. عقليته كيف حالك؟ كيف؟ ان شاء الله تمام. معليش الازعاج لكن عم النور ده طبعا يعني قال لي اجمع الايجارات وكده فانا جيت اشيل الايجار لو سمحت يعني. الله يكليته. هاي اللي منه الظروف سيئه خلاص. الله ما عندي هسه بيتي جوا عيانه سلامتها. تسلم ان شاء الله. الله حق الدواء ما في. يلا يلا عندي 2 جنيه. هاي مشيت دكان اللي هنا ده اخذت لي فول ورغيف سديتها قاعده تاكل فتي جوا. لكن بعد اسبوع كده بيلم لي قروش الايجار بديك لها ان شاء الله. والثلاجه ما فيها اكل هسه؟ الثلاجه بيتها. ايه اي والله حول ولا قوه الا بالله. هاك هاك يا اخي الله يعينك. اشتري الدواء واشتري الحاجات وعالج البيت وشوف. ولا اقول لك دقيقه امسك ده حق الايجار. لا حول ولا قوه. قلت لك اصر دي كيف. يا اخوان ما فيش نو عقليتا دول بنقام على السجية النصيحة في لسانه بالنية عقليتا عقليتا عقليتا. الحقيقة سمحة إلا إن عقليتا مرة عقليتا 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 فيها ما شايفني لكن الضد الحارقني عقليتا 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 عقليتا. يا اخوانا دي طريقتي وده فهمي ودي حياتي لو ما عاجبكم خلوني عقليتا يا عقليتا 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 عقليتا.